بابا عمر، احتراق احد انابيب النفط في الحي من قبل شبيحة اسد بقذيفة هاون في حي بابا عمر 8/12/2011، واحتراق المنازل ايضا بالقرب منه. تم قصفه من قبل شبيحة الاسد ليتهموا الاهالي، ويتم قصف حي بابا عمر بالكامل. بابا عمر، النص بابا عمر 8/11، هاي احتراق احد المنازل ايضا بجانبي في الحي بالنفط الذي فجره الجيش ليتهموا الاهالي فيه ويقتحموا بابا عمر.